بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على برنامج اسمه كوانتيكوف. البرنامج دوت من إنتاج شركة أوتوديسك. البرنامج ده بيعمل عملية الحصر بطريقة قوية جدا. الميزة فيه إن هو ممكن يعمل حصر على على ملف يكون أوتوكاد، على ملف صورة، على ملف PDF، على ملف يكون خارج من الريفت. فهو جميل جدا، بيسهل الشغل. يعني ممكن يكون عايز اعمل حصر، بقول مثلا ايه اللي اعمله على اوتوكاد. اوتوكاد ساعات ممكن تلخبط فيه، طب اعمله ريفت. عشان تعمل ريفت لازم ترسمه كله ريفت. ممكن يكون المهمه اللي انت موكل بيها ان انت تعمل حصر بس، يعني مش محدش عايز منك شغل ريفت، فهتبذل جهد جامد جدا عشان تعمل عمليه صغيره. فممكن البرنامج ده يعمل لك العمليه ديت، تمام. زائد ان هو بيجيب لك ادق التفاصيل في الحصر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ممكن يقول لي انا حصرت لك كميه قد كده، ساعه العمل بقد كده، السب كونتراكتور ياخد قد كده، الماتيريال قد كده، فتكلفة المبنى كله هتبقى المبلغ الفلاني. فهو بيحول لي الحصر ده لقيمة مالية قريبة من الحاجة الحقيقية ان شاء الله. فدي الواجهة بتاعت البرنامج، بلاقي اوتوديسك كوانتيك اوف، وده اشهر برنامج من برامج الحصر. بيديني 3 اختيارات: نيو بروجكت، ولا اوبن بروجكت، ولا فيو اكزامبل. نيو بروجكت يعني نبدأ مشروع جديد، اوبن بروجكت هختار مشروع من المشروعات وابدا اشتغل عليه، تمام. فانا هقول له انا عايز نيو، فبيقول لي عايز اسمي المشروع ايه. فبقول له مثلا انا هسميه او اس، تمام، عمر عبد الله سليم. الباص هتحط الملف فين، واحط في سي يوزر عمر دوكومنتس. ممكن ادوس براوس واختار مسار تاني، اقول له نيكست. بيقول لي انت هتشتغل متريك ولا امبريال. متريك اللي هو نظام المتري، اللي هو مليمتر، سنتي، متر، كيلومتر. امبريال اللي هي الوحدات التانية اللي هي البوصة. فهنا بلاقي العملة اللي انا شغال بيها، الاوروبي ولا الدولار ولا اليورو ولا الالماني ولا الياباني. شوف انت العملة اللي انت هتشتغل بيها. نيكست. الكتالوج، الكتالوج دي بيسهل عليا كتير اوي في الشغل. ممكن تقول له نون، او ممكن تختار كتالوج من الكتالوجات الموجوده، وممكن تعمل انت كتالوج او تنزله من على النت. هنشوف الموضوع ده ان شاء الله مع بعض. نيكست. تبدا تضيف في اللوحه بتاعه المشروع. يعني ممكن تضيف في اللوحه بتاعه المشروع بكل التفاصيل. ممكن تختار كذا ملف، ممكن تختار مثلا كل الادوار، ممكن تختار مثلا الواجهات، بحيث مثلا تكون انت عايز تحصر ابواب وشبابيك. فبقول له ايه فينيش، بيبدا هو يدخل ملفات الاوتوكاد اللي انا اخترتها تخش في قلب المشروع عشان نبدأ اشتغل عليها. الرسالة دي بسيطة خالص، بيقول لي ان النسخة بتاعت الملف الاوتوكاد كان شغال على نسخة تجريبية او تعليمية، ففي لما تيجي تطبع هتظهر لك علامة في الجنب. فدي مشكلة في ملف الكاد نفسه، فبس ان شاء الله مبيعملناش مشكلة ان شاء الله. هو خلاص كده congratulations، خلاص الحاجة دي دخلت. فبقول له close، فبيبدأ يفتح لي المشروع بتاعي. هنا بيقول لي دي الحاجات اللي جايبها من الكتالوج. الكتالوج بيقول له ان في مثلا عندي كذا جروب من المعلومات، عندي مثلا كونكريت، ممكن احط حاجات تحت الكونكريت، ممكن ما احطهمش. يعني الحاجات دي مجرد بس تنظيم للحاجات الحصر. يعني هم ظبطوا مثلا الالكتريكال لوحديها، الميكانيكال لوحديها، الاكيومنت لوحديها، الحاجات تنظيم بس. فانا ممكن اخدهم او ممكن اشيل الحاجات اللي انا مش عايزها. يعني دي حاجه ليا، نشوف انا هحصر مثلا هحصر صحي ولا هحصر كهرباء، تمام. فاقول له اوكي، تمام. ادي الحاجات بتبقى موجوده هنا. الدوكيومنتس دي الملفات، عندك موديل لاي اوت، دي بتصفح بيها المشروع، بشوف انا هبص في المشروع كله ولا هبص في جزء منه، تمام. تيك اوف هوت، دي العناصر اللي احنا دخلناها. ممكن ندخل عناصر تانية، او ممكن اجي هنا ادوس كليك يمين واقول له نيو جروب واعمل جروب جديد وليكن مثلا فاير، تمام. ده جروب عادي. هاجي هنا اقول له انا عايز احط ايتم تحتيه وليكن سبرينكلر، تمام. طيب انا عندي في الحصر بيقول له نوع السبرينكلر ده، هل هيحسب بالاطوال ولا اريا ولا فوليوم ولا كاونت؟
انت بتشوف العنصر اللي انت هتحصره ده، يعني المواسير طبعا مش تبقى بالعدد، المواسير بالاطوال. ممكن تكون انت عايز تحصر مساحة حاجة مثلا، فبتقول له انا عايز احصر مساحة، ممكن الفوليوم. طيب انا دلوقتي السبنكلات هختارها كاونت. طيب عندي كذا اداة هنا بتساعدني في ان انا احصر. عند الاداة ديت ببدأ احط نقط اللي هي كاونت، هنا دي الاطوال، هنا دي المساحة. تعال نجرب ديت كاونت اوف. البرنامج شبيه جدا من بالكاد، قريب قوي من الكاد. هقرب من هنا، ابدا احط النقط. الدوائر كبيره، عايز اصغرها بلاقي هنا الادوات، ده اللون، ده الشفافه ولا شفافه، ده الشكل نفسه هيبقى على شكل ايه، دوريه ولا شكل مثلث ولا شكل ايه. هنا السيمبل سايز هخليه صغيره، خليها مثلا 4. تمام، لاحظ ان هو بيبدا يكتب لي على كل واحده الرقم بتاعها. تمام، فانت بتبدا تحصر بالطريقه ديت، حاجه قريبه من الكاد بس في شويه مزايا هتلاقيها دلوقتي هنقولك عليها. لاحظ ان عندي حاجه تحت اسمها ورك بوك، بيبدا يكتب لي برضو حصر هنا. لو هي مش ظاهره عندك من قائمه ويندوز، بختار ورك بوك فبتظهر معايا تحت. تمام، طيب هبدا احط الحاجات اهيت. تمام، وممكن اعمل خانه تانية لو انا عندي كذا نوع من انواع السبنكلات، يعني ممكن يبقى عندي تيك، عندي مثلا واحد سايد وول بيدي جانبي، واحد ابرايت ده الاستخدام في الجراشات بحيث ان هو ما يبقاش في سيلينج. ممكن يعني حسب انواع السبنكلات اللي عندي ببدا اظبط هنا. ممكن اخلي مثلا اعمل هنا اعمل نيو ايتم تاني، يبقى عندي كذا ايتم موجود. تمام، فانا هنا في الفاير اقول له انا عايز نيو ايتم، واعمل واحد للبايب. ماشي، طيب ممكن اعمل برضو بايب واحد بوصة، واحد بايب اتنين بوصة، وبايب تلاتة بوصة. ماشي، هبدأ مش هستخدم بقى الأداة ديت في البايب، هستخدم الأداة ديت لينير. لما استخدم اللينير بيسألني بيقول لي انت لازم تحدد لي هل انت شغال بالمليمتر ولا بالمتر ولا بالبوصة. فباجي هنا بشوف انا هشتغل اركتكشر ولا انجينيرنج، هشتغل بالمليمتر. اوكي تمام، طيب مجرد اقف على الخط هو بيبدأ يرسمهولي ويكتب لي عليه. تمام، ممكن احصر البايب كله مع بعض، او احصر كل طبعا مقاس لوحده زي ما انا عايز، او حسب اللوحه اللي معايا. يعني ممكن تكون انت مثلا شغال معماري مش مالكش دعوه بالحاجات ديت، احنا بس بنشرح الفكره ببساطه وكل واحد يستخدمها حسب النظام معاه، حسب هو شغال ايه. يعني ساعات انا بحصر بيها مثلا حاجات انشائي، ساعات انا بحصر بيها مثلا تكييف، احصر بيها كهرباء، ما بيقولش لا. يعني اي حاجه انت بتديها له ما بيعترضش عليها. تمام، طيب ممكن انا اجي هنا برضو في التيك اوف كتجربه، اقول له انا عايز في الفاير دي حط لي البايب ديت، هقول له ان ده هتبقى لينير. تمام، في الفاير هقول له انا عايز استخدم نيو ايتم اريا مثلا. اريا، تعال نشوف الاريا بتاعت ايه، تعال نشوف مثلا الاريا بتاعت السلالم مثلا. اجي هنا اقول له انا عايز اعرف الاريا، بتلاقي برضو عندك شويه اختيارات، عايز تحصر كابول لاين ولا ترسم مستطيل على طول ولا ترسم بشكل دائري. خلينا نجرب ان احنا ناخد الشكل دوت البول لاين. حددت نقطة التانية، مع النقطة التالتة بقى هيبدأ يديك شكل كده مظلل، فتحدد مثلا النقطة دي والنقطة دي. تمام، خلاص خلاص تحديد، ما عندكش نقطة تانية، هدوس كليك يمين. يبقى انا كده خرجت منها، هو هيكتب لي ان دي فاير اريا رقمها رقم واحد. ممكن نختار مثلا هنا، ابدأ اقول له هنا 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 هنا. تمام، وتبدأ تظبطها بقى في مكانها بالظبط، ندوس كليك يمين يبقى دي رقم 2. تمام، طيب لو انا جيت هنا وعايز ابدا اظبط المعلومات ديت، عايز ابدا اكتب معلومات حقيقيه، هدوس هنا على الفاير مثلا كليك يمين واقول له بروبرتيز. الفاير هي تحتها كذا واحده، اختار مثلا فاير اريا اقول له بروبرتيز، بقول له الاريا ديت انا هبدا اشوفها مثلا هتكلفنا قد ايه. يعني مثلا انا مثلا الاريا دي مثلا وليكن هنظبط مثلا بلاط مثلا او اي حاجه، اي مثال. تمام، هتاخد مني وقت قد ايه والساعه بكام. تمام، الماتيريال هتكلفك قد ايه ماتيريال، مثلا 10 جنيه مثلا او 10 دولار، ده اللي احنا مش شغالين بالدولار. هل 10 دولار دي لكل واحده، يعني لو عندنا كذا حته تدرب فيهم، ولا هي مره واحده تدفع لكله؟ اللابر كوست الموظفين او العمال هياخدوا قد ايه، والمبلغ ده هياخدوه في الساعه ولا ياخدوه مره واحده ولا هيدرب في الكميه. خليه مثلا في الساعه. والسب كونتراكتور والاكيوبمنت، تمام،
فانا ببدا ادخل المعلومات دي ببساطه. السبرينكلر طبعا انا بدي امثله عشوائيه، مثلا 10 ساعات، والعشر ساعات دول في الواحده بس، يعني السبرينكلر واحد خلاها مثلا، السبرينكلر واحد مثلا هياخد ساعه، مثلا السبرينكلر هياخد ساعه. طب والماتيريال مثلا تكلفتها 10، الليبر كوست مثلا 10، سب كونتراكتور طول 20 في المشروع كله، تمام. الاكيوبمنت كوست تكلفته قد ايه، وليكن 10 في المشروع كله، مش هتضرب في رقم. اوكي اللينير، تمام. احنا اعتقد احنا كنا شغالين على اللينير، ماشي. كليك يمين بروبرتيز، هبدأ ادخل معلومات برضو.